ايه حياتي على 9:15 بكون عندك، انت حضر القعده وانا جاي. ولا ما بدك ادفع لك التامين؟ ايه على 9:15 اكيد. يلا باي. ما 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 ما. ايه حبيبي ما 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 على 10:30 بكون عندك. ايه انت زبط ما بدك ادفع لك التامين؟ ايه ايوه وردي انا. ايه اجا لعند الناس. يلا باي. يا 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 دخيلك دخيلك يا مسيو دخيلك. شو في يا دموزيل خير؟ خبريني قولي. كنت واقفة وفي واحد فات فيي من ورا، مش يعني الحق عليه؟ امبلا امبلا الحق عليه أكيد، والقانون بيجي معك. قلي لي وصار لك شي؟ انخضيت وجيت. وشو صار معك؟ كان شوب. وانا كنت سيئه. كنت سيئه. عبقت عبقت. مديت ايدي على الاير كونديشن. مدت ايدي على الاير كونديشن لقيته واقف. بس مدت ايدي وقف؟ لا هو كان واقف. هو كان واقف. انا مديت ايدي لقيته واقف. متاكد؟ كبسته. ايه بوف فات فيي واحد من ورا. فات فيها واحد من ورا. بج بوجه الايرباج. بوجه بج الايرباج. نعم. وبعدين اخ 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 يي اخ مأزية. ايه بعرف ياش مأزية مأزية كتير. ايه من ورا. صايرة معك؟ انا ايه هديك المرة كنا قاعدين هيجا. لا مش صايرة معي. انا دي معي انه هيك انه على الخبرية بيقولولي انه ايه مأزية بتوجع شيء هيك. ما بعرف شو بني ما بعرف شو بني لعية نفسي. عندك اير سفريل؟ انا اللي عندي الاير سفريل. انا الاير سفريل هذا اللي عندي اياه. انا ما في منه بالعالم كله. شو لك دخلك؟ شو يعني سفريل؟ يعني ما عندك. لا يا اخي ما عندي. لو بتعمل لي ما عندي ونص بس شو هيك فرفت فيه قدام الناس ضبوا. ايه خلص خلي مضبوب. انا بدبر حالي ماشي الحال. دبري حالك. وخبريني كيف صارت الحادثه معك على المزبوط؟ كل الحق على الفالي باركينج. كان عم بيعلمني عم بيساعدني لحتى اطلع من الصفه. صار يقول لي اطلعي وقربي وقربي وفوتي ورجعي وقربي. قد ما طلعت وفتت وقربت عبقت فقت على الاير كونديشن ضربت ايدي بوف فات فيي الزلمه من ورا. وشو خص الفالي باركينج؟ ما من تحت راسه لو ما عبقني وقال لي قربي وفوتي وظهري انا ما كنت فقت على الاير كونديشن وما كنت ضربت ايدي وما كان فات فيي الزلمه من ورا. اخ طيب هو شو صار له؟ انتعش فيتاس. ياي اي هاي بدها اخ كبيره. ها هقته خسع. شكور ربك سكوت. منيح اللي الضربه من ورا في شي رد. لو من قدام كنا تبهدلنا. ايه اكيد الضربه من ورا بتوجع اكثر. ايه اكيد انت من ورا بس هو بو من قدام. على الاخر يا حرام حرام. إيه. بس انتبه نحن ما بنصلح له اذا كان من برا لبرا. يعني اذا رايح معه الاكس هروا البيضات بلا معنى. نحن ما قلنا قصه ما بنصلح له. حرام. إيه؟ بس انتوا رح تصلحوا له من برا وتصلحوا لي. ليش حضرتك عامله توريز؟ لا بس انا مأمنه ضد الغير. ايه نحن منصلح للغير بس الغير ابن الغير اللي فات فيك خلي هو يصلح لك. هو رح يصلح لي لانه هو مأمن عندكم. مأمن عندنا؟ يعني انا بدي ادفع لي؟ حطي اجريك بمي باردة. عال الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بتصدق جسمي كله عم يوجعني يا حياتي. مش مصدقة ارتاح وارفع اجري طلوع. ولك ارتاحي ولك ارتاحي المكتب مكتبك ارتاحي. ميرسي مرتاحة. ميرسي. لك شو مرتاحة؟ اعتبريني مش موجود. لك ارتاحة. لك علي اجريك. لك علي اجريك. عم نقول لك هي الشغلة بدها شوية رياحة وبدها نتفت رياضة. رياضة؟ ايه مبين عليك. عم قول انا مبين عليك رياضة. ايه تسلمي.
بتعرفي نادي الحكمة؟ أنت كنت تلعب فيه؟ وبعدني إنه إيه؟ أنا كمان والله. بس أنا ولا مرة شفتك هونيك. أنا بالليل ما بيكون في حدا أريح. إيه أريح بكتير. إيه أنا من زمان نادي الحكمة كنت شيل ألمنيوم. إيه اول شيء كنت شيل حديد، بس الحديد بيصدي بتعرفي. شيل الومنيوم يلا. وبلعب بولينج. بولينج بليز ذكرني اياها البولينج. هيدي بنستعمل فيها ايدينا او اجرينا؟ لا هيك بتستعمل فيها بس الاصابع. الاصابع ايه هي بتبقى بول هيك وفيها ثلاث بخويش. كل بخش بدك تفوتي فيه اصبع. عرفتي كيف؟ هذا بفوتي هذا الاصبع، والبخش النصاني بتفوتي فيه اصبعك النصاني، بتضلك مفوتيه ليدق. هيك لازم. اوكي. لا فرجيكي طابي. ايش مهضوم عندك العده؟ ايش لك؟ يا حلو. هدول الدويح، حطي اصابعك. النصاني ايه اصبعك. ولك في لهم هدول اللي هيك. يا ويلي شو ثقيله. وبدك هدول. توقعيهم. كم وحده عندك من هدول؟ ايه هدول عندي تسعه. تسعة هي اللي قد ايه لازم يكونوا؟ هن المفروض يكونوا عشرة. يا دوماج ما فينا نلعب. لا بلا فينا؟ ما انا العاشر تركوا. تركوا للحشرة. عن جد؟ ايه. هلا اجى وقته. ايه بس ما بتخلص لي الطلب لعقبك؟ ولو مش انا اللي بدي ادفع عليك؟ بلا. ايه ماشي. يلا. بعدها سبعة.